تواصل اللقاء فقرة مواعيد مش نحكيو فيها اليوم على موعد ثقافي. مواعيد انطلاقا من نهار 18 ماي حتى نهار 25 ماي تعيش مدينة حمام لنف على وقع الدورة 33 لمهرجان علي بن عياد للمسرح. البارح كانت الندوة الصحفية الخاصة بهذا المهرجان بعد غياب 4 سنوات. يعود مهرجان علي بن عياد للمسرح، يعود بعروض ثرية ومتنوعة في فضاءات عديدة. البارح اللقاء كان في 11 متاع الصباح، سيد المندوب الجهوي للثقافة كان موجود، سي مهذب القرفي وأيضا سي معز العاشوري مدير المهرجان اللي اعطانا تصريح فيه لمحة على الدورة 33 لمهرجان علي بن عياد للمسرح. مواعيد. مرحبا بكم في مهرجان علي بن عياد للمسرح الدورة 33 من 18 ل 25 ماي بمدينة حمام لنف. حمام لنف الجبل، حمام لنف البحر، حمام لنف القطار، حمام لنف المباني التراثية من عهد البي. من وقتاش لوقتاش وين بالضبط؟ دخول مجاني، ساحات مفتوحة؟ الدخول باش يكون مجاني، مرحبا بكل المغرومين والراغبين في المشاهدة المسرحية من 18-25 ماي 2024 بالفضاءات اللي موجودة بمدينة حملم في المركب الثقافي علي بن عياد، معلم الكنيسة، ملعب كرة السلة ومكتبة في قلب مدينة حملم. العروض باش تكون الساعة 5 ثم الساعة 7 بالمركب مجاني. ثقافي مجاني بالطبع من غير تذاكر. مرحبا بالناس الكل. تابعونا على فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، الإذاعة.